الجبر التاريخي، وللأسف مهمل، لم يناله التجديد حتى الوقت الحاضر. بناء عجيب. قال تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه الآية مسجلة على باب القصر. للمعلومية، المكان قديم جدا، وقد تعاقبت عليه عدد من يعني الإمارات والدويلات، وهذه العين يقال إنها من عهد الدولة الأموية. الدور الأول، الدور الثاني، الدور الثالث فوق.